بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذا اللقاء المباشر لنتحدث كعادتنا عن بعض أسرار الموت. حقيقة هذا الموضوع أيها الأحبة ينبغي، لا أقول يشغل بال كل مؤمن، بل ينبغي أن يشغل بال كل مؤمن. لماذا؟ الكافر يهرب من الموت، الذي يشكك بالقرآن وينسى الله تبارك وتعالى تجده أكره شيء بالنسبة له هو الموت، الذي يعني يلهو ويلعب وحياته عبارة عن لهو ولعب وجمع للمال تجد أنه لا يحب أن يتذكر الموت، حتى عندما تقول له ماذا لو مت بعد مثلا ساعة أو غدا يقول لك لا أريد أن أفكر، الأجل طويل، أنا سأعيش طويلا، لا أريد أن أفكر. لماذا أيها الأحبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الموت دائما، كل سلوك هذا الحبيب كان استعدادا للحظة موت. هل تعلمون هذه المعادلة؟ سلوك النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن يستيقظ من نومه إلى أن ينام يفكر بالموت. ربما تستغربون، ولكن أنا سأعطيكم الدليل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أول كلمة كان ينطق بها حبيبكم عندما يستيقظ من نومه ما هي؟ كلمة لها علاقة بالموت. سبحان الله، يعني انظروا تفكير مستمر. يقول عليه الصلاة والسلام عندما كان يستيقظ ماذا يقول؟ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، لأنه فهم قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذن الإنسان كل يوم يموت، كل يوم يتوفاه الله، يتوفى النفس، تخرج نفسك، كلما نمت خرجت نفسك خارج الجسد وتبقى بيد الله تبارك وتعالى، إما أن يرسلها فتعود للحياة. عندما تستيقظ الاستيقاظ هو عودة للحياة أيها الأحبة. هذا المعنى أدركه حبيبنا عليه الصلاة والسلام، أدرك هذا المعنى، لذلك كان أول كلمة يقولها، أول عبارة، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الشيء الثاني أن هناك أناسا لا يسمح الله لأنفسهم بأن تعود، يمسك هذه النفس عنده، تحاول أن توقظه لا يستيقظ، تجده ميتا. كثير وبخاصة من الشباب أيها الأحبة، وأنا تأتيني قصص كثيرة لشباب ينام ولا يستيقظ، أمسك الله تبارك وتعالى نفسه عنده ولم تعد هذه النفس، فيتوفاه الله أثناء النوم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أدرك هذه المعاني، فكان كل يوم يتذكر الموت منذ أول لحظة لاستيقاظه، فيقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الشيء الثاني أيها الأحبة، الله عز وجل أعطانا يعني آيات كثيرة حدثنا فيها عن الموت. لماذا؟ لماذا حدثنا الله عز وجل كثيرا عن الموت؟ كثير من الآيات حدثنا فيها عن الموت، لماذا؟ لأنه يريد أن يهيئك لهذه اللحظة. يجب أن تكون حياتك كما كانت حياة حبيبك عليه الصلاة والسلام. أنتم تدعون أنكم تدافعون عن هذا النبي، طب هل تعلمون كيف كان يفكر هذا النبي؟ هل تقتدون بهذا النبي الذي تزعمون أنكم تحبونه وأنكم تفدونه بأرواحكم، وأنه عندما استهزئ به
وحاشا له أن يستهزأ به. هم يستهزئون بأنفسهم طبعا عندما وضعوا هذه الرسوم المسيئة. أن تنتفضت لهذا النبي وحدث لديك يعني ردة فعل قوية تجاه هذه الرسوم المسيئة ورفضتها بكل جوارحك، طيب هل هذا تعبير عن محبة النبي؟ أم أن محبة النبي الحقيقية أنك تقتدي بأفعاله وأقواله ومنهجه وحياته وسلوكه لكي يكون القول مصدقا للعمل؟ أيها الأحبة، القول يصدق العمل. قبل أن نكمل، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يختم يومه بماذا؟ يقول: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها. هذا دعاء ما قبل النوم. يعني انظروا أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم كان دقيقا جدا ينظر نظرة ثاقبة للأمور. من بداية الاستيقاظ يفكر بالموت، وقبل أن ينام يفكر بالموت. والسلوك هذا النبي خلال النهار نراه استعدادا للموت، كل سلوكه، وسنثبت ذلك أيها الأحبة، وسنثبت كيف أن المؤمن أكثر يوم فرحا في حياته وسرورا هو يوم الموت وما بعده. طبعا هنا أود أن يعني لدي تعليق قبل أن أكمل، لأن هذا الأمر يتكرر: لا يوجد عذاب للقبر. طيب يا أخي الكريم، لنفترض أنه لا يوجد عذاب للقبر، طيب وبعدين؟ يعني ما هي الفائدة؟ تريد أن تهرب من العذاب؟ طيب هناك عذاب يوم القيامة في جهنم، ما هي الفائدة؟ يعني أنا لم أرى حقيقة، أجلس وأفكر، أولئك الذين ينشرون بعض الفيديوهات وينكرون عذاب القبر ويقولون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها، يقول لو كان هناك عذاب قبر لقال أن النار هي التي تعرض عليهم، ليس هم يعرضون على النار. يعني أحد الباحثين أرسل لي فيديو، أحدهم أظن اليوم أو البارحة، يقول لو كان هناك عذاب قبر لقال الله سبحانه وتعالى، لقال عز وجل النار يعرضون عليها، لقال أن ليست النار هي التي تعرض، بل هم يعرضون على النار. أو بالعكس، يعني أنا لدي إنسان كافر وهنا جهنم، النار يعرضون عليها، هو يقول كان المفروض أن النار تعرض عليهم وليسوا هم يعرضون، قال هي مجرد أن فترة القبر أو فترة عالم البرزخ مثلا أسماء هؤلاء أو سجلات هؤلاء تعرض على النار، فالنار تعلم أن هناك عددا من الكفار فلان وفلان وفلان، فهم يعرضون بأسمائهم ليس بأجسادهم أو كذا. طب يا أخي، القرآن الكريم يوم القيامة أيضا يعرضون على النار. يعني يوم القيامة هناك عرض على النار، يعني الكافر يعرض على النار في القبر كنوع من العذاب، ويوم القيامة يعرض على النار كنوع من العذاب. يعني لماذا ذكرت هذه الآية لم تذكر هذه الآية؟ أنا دعوني ألجأ إلى برنامج إحصاء القرآن أحبتي، فلان أحب أن نتحدث دائما بلغة الحقائق العلمية. هنا أنا أتمنى أن نتأمل هذه الآية: ويوم يعرض الذين كفروا على النار. بالله عليكم، ما هو الفرق بين هذه الآية والآية التي تقول النار يعرضون عليها غدوا وعشيا؟ لدينا آيتان في القرآن أيها الأحبة، موقفان،
موقف يحدثنا عن عرض الكفار على جهنم في القبر، وهو عذاب أدنى، وعرض آخر يوم القيامة يعرضون على النار أيضا كعذاب حقيقي مادي ملموس، يعني يعرضون في القبر بأنفسهم من دون الجسد، الجسد يفنى، النفس هي التي تعرض، ويوم القيامة تعرض النفس والجسد معا. دققوا معي هذه الآية أيها الأحبة: ويوم يعرض الذين كفروا على النار. ويوم ماذا يعني؟ ويوم يعني يوم القيامة. هذه الآية تتحدث عن يوم القيامة. لماذا؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، يقول لهم أذهبتم، يعني هذه الدنيا استمتعتم بها وذهبت هذه الطيبات، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم متى؟ فاليوم، دققوا أيها الأحبة، ما هو هذا اليوم؟ يوم القيامة، تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذه آية لا نشك أنها تتحدث عن يوم القيامة. دققوا معي واحفظوا هذه الآية أيها الأحبة، لأن هؤلاء أصحاب نظرية أنه لا حساب قبل العذاب، صدعوا رؤوسنا، يأتي بآية واحدة ويترك 100 آية في القرآن، يأتي بدليل ويترك 1000 دليل. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، تمام، هذه متى؟ يوم القيامة. هذه في سورة الأحقاف. الآية الثانية في سورة الأحقاف أيضا: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. طيب يا أخي، العرض على النار هو عذاب؟ يعني إذا جئت بشخص، يعني السؤال، أنا أخاطب عقول الآن، إذا جئت بشخص وعرضته على حبل المشنقة، تريد أن تعدمه، أحد أسوأ أنواع العذاب أيها الأحبة أن هؤلاء المجرمين الذين حكم عليهم بالإعدام في الدنيا، نتحدث في السجون، لكي يزيد من ألمهم، تزيد من عذابهم، تأخذه وتعرضه أمام القاضي كل يوم ليحكم عليه بالإعدام، وتعرضه أمام حبل المشنقة، هذا عذاب مؤلم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، ويوم يعرض الذين كفروا على النار، إذن الكافر يعرض أمام النار، يعرض على النار، يعرضون عليها، يعني يعرضون عليها. يقول لهم الله: أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. طيب هذا أين هذا الموقف؟ يوم القيامة. الآن سننتقل للموقف الذي يتحدث عن عذاب القبر. يقول تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا ليس يوم القيامة أيها الأحبة، هذه الآية ليست يوم القيامة. أرجو الانتباه من الإخوة والأساتذة والباحثين والمفكرين الذين يطلقون بعض الفيديوهات هكذا، اقرأ كل الآيات في القرآن قبل أن تشكل فكرة وتبث فكرة للناس، لأن الناس لا يعلمون، معظم الناس لا يعلمون. اذهب إلى القرآن واقرأ كل الآيات التي فيها يعرضون ويعرض وكذا، وشكل فكرة كاملة وأعطي معلومة صحيحة للناس، لا تستخفوا بعقول الناس أيها الأحبة. هنا الآية تتحدث عن عذاب القبر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. يوم القيامة لا يوجد غدوا وعشيا، يوم القيامة لا يوجد صباح ومساء، ولا يوجد زمن، ولا يوجد ليل ونهار على فكرة. يعني النار، هذه الآية تتحدث عن آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا أين؟ في عالم البرزخ. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن عذاب في القبر،
من خلال عرض هؤلاء المجرمين على النار وعذاب يوم القيامة ويوم تقوم الساعة، وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآن لو أخذنا الآية الثانية، ما هو الفرق بينها؟ ما هو الفرق بينها؟ هنا مثلا: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم. إذن هذا أسلوب قرآني. يعرضون يعني أنت تأتي بالمجرم وتعرضه أمام القاضي، أمام جهنم، أمام المحكمة، أمام الشرطة، أمام موقف، يقول لك القرآن هذا موقف مليء بالرعب. هذه النفس بالنسبة للظالم الكافر الذي مات، ماذا يفعل بهذه النفس؟ تؤخذ وتعرض أمام النار، يرى النار كل يوم، يراها كل يوم. لذلك بمجرد أن يبعثه الله من القبر، أول كلمة ما هي التي يقولها؟ يعني أنا الآن أريد أن أتصور معكم إنسان ظالم أخذه الله ودفن في القبر، بدأت هذه النفس تعرض على النار، النار يعرضون عليها، تمام أيها الأحبة؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وأنت أيها الظالم في القبر، اعلم أنك ستؤخذ كل يوم، مثل السجين الذي يؤخذ بذل وهوان ويعرض ويرى مصيره وهو حبل المشنقة، سوف تعرض كل يوم أمام جهنم، ليس مرة مرتين، غدوا وعشيا، يعني غدوا في الصباح وعشيا في العشاء في المساء، يعني مع شروق الشمس ومع غروب الشمس تؤخذ هذين الوقتين. لماذا خصهم الله بهذا العذاب؟ لأنك غفلت عن الله في هذين الوقتين. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل شروق الشمس في الغداة في الغدو كان يذكر الله كثيرا، وقبل مغرب الشمس أو غياب الشمس كان يذكر الله كثيرا ويستعيذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار، ويقول: اللهم أجرنا من عذاب القبر. هذا الدعاء بخاصة بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الفجر يقوله، حتى يعني ما قبل شروق الشمس غدوا: اللهم أجرنا من النار. وفي العشي كان يستعيذ يقول: اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ويستعيذ أيضا من عذاب القبر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا أين؟ في الدنيا. ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. طيب، عرض هذا المجرم أمام النار أليس عذابا؟ كيف تقول لا يوجد عذاب قبر؟ طيب الآية الثانية، الآية الثانية مباشرة نفس الصيغة أيها الأحبة، نفس الصيغة: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. هذا أين؟ هذا يوم القيامة، في سورة الشورى هذه الآية، إذا جئنا بالآيات التي قبلها: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. أيها الظالمون، أليس لكم عقول؟ لماذا تضع نفسك في هذا الموقف وترى الظالمين؟ على فكرة ليس يعني الإنسان الذي يظلم ابنه هذا ظالم، يظلم أخاه في الميراث هذا ظالم، يظلم زوجته هذا ظالم، ليس الظالم يعني فقط الذي يظلم الغريب، بل كل ظلم تقوم به أصبحت ظالما، إلا إذا تبت إلى الله ورجعت إلى الله. وترى الظالمين لما رأوا العذاب، طيب أين هذا الكلام؟ يوم القيامة، يقولون هل إلى مرد من سبيل. الآية التالية: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة
ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. لذلك أيها الأحبة، يعني لو رجعنا إلى الآية الثانية، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. أيها الإنسان الغافل عن الله، ستعرض على النار في قبرك بعد الموت في عالم البرزخ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ستدخل مع آل فرعون، من زمرة فرعون ستكون إذا كنت ظالما. بينما المؤمن، الله يقول في حق المؤمنين وهم في عالم البرزخ: فرحين بما آتاهم الله من فضله. فرحين، المؤمن يفرح، فرحين بما آتاهم الله من فضله. لذلك أيها الأحبة، يعني أنا ناقشت فقط دليل. الآن بعد أن يعني ذهبت، يعني يعذب هذا الكافر، يعذب في القبر. عندما يخرج من القبر، انظروا أيها الأحبة ماذا يقول: وقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. طيب أنا فقط هنا أريد أن أدقق على كلمة يا ويلنا. يا ويلنا، إذا كان كلامكم صحيح أنه لا يوجد عذاب قبر، ولا يعرف الإنسان مصيره حتى يوم القيامة، لا يعلم إلا بعد أن تنشر الصحف، فأما من أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة، ومن أوتي كتابه وراء ظهره إلى آخره فيدعو ثبورا. المهم قبل هذا، عندما يبعث الإنسان من قبره، انظر أيها الأحبة، ونفخ في الصور النفخة الثانية، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، أول كلمة ماذا يقولون؟ طيب أنت تدعي، دققوا على، تقول لا يوجد عذاب قبر. طيب عالم البرزخ ليس فيه شيء، إذن الكافر لا يعلم مصيره بناء على قولك. ونفخ في الصور، بعث هذا الكافر، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا، لماذا يقول يا ويلنا؟ إذن هو يعلم مصيره، لأنه كان يعذب في القبر. أول كلمة يقول: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. مرقدنا هنا لا تعني أنه لا يعذب، ولكن كان مكان العذاب هو القبر، مكان العذاب كان في الأرض. الآن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يأتيهم الجواب: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن أيها الأحبة، كل الأدلة التي يأتي بها أصحاب نظرية أنه لا يوجد عذاب في القبر، ولا يوجد عذاب في بعد الموت، هذه الأمور أيها الأحبة غير دقيقة وغير صحيحة. أرجو أن نقرأ القرآن جيدا. الآن لا أريد أن أدخل في مواضيع، الحقيقة الأخ السائل أدخلنا في موضوع آخر. دعونا نفرح يوم الموت، كيف يمكن للمؤمن أن يفرح يوم الموت أيها الأحبة؟ أنا الآن سآتي بكلمة فرحين من القرآن. كلمة فرحين، سآتي بالنص من أوله. الله تعالى يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. انظروا إلى هذه الكلمات الرائعة أيها الأحبة. يعني أشبع نظرك من كلام الله. النظر إلى القرآن عبادة أيها الأحبة. الآن كل إنسان يقتل في سبيل الله، وهذه الآية طبعا نستطيع أن نقول كل مؤمن عاش حياته في سبيل الله هو ضمن هؤلاء الذين يرزقهم الله، بل أحياء عند ربهم يرزقون. أنت عندما تكافح في سبيل إطعام أولادك
وتصبر على أذى الناس، وتنشر العلم النافع، وتنشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتفني حياتك في خدمة كلام الله عز وجل، من المؤكد أنك ستكون حيا عند الله ويرزقك الله بعد الموت. القضية هنا أيها الأحبة ليست فقط تتعلق بإنسان قتل في سبيل الله، طبعا هو من أعلى المراتب الذي يقتل في سبيل الله، مرتبة عالية جدا، ولكن يدخل ضمن هذه المراتب كل مؤمن عاش حياته لله، أما الغافل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، المؤمن الذي أفنى حياته في سبيل الله. قلنا إن أكبر أنواع الجهاد ليس هو جهاد السيف، أكبر أنواع الجهاد الجهاد بالقرآن، كما قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه عندما سئل عن قوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، قال وجاهدهم به أي بالقرآن، وسمي كبيرا لأنه من أصعب أنواع الجهاد، يمكن أن تفني عمرك كله وأنت تنشر الصورة الصحيحة للإسلام وتدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه رسالة الأنبياء. فالنبي أو أنبياء الله حتى لو مات على فراشه هو حي يرزق عند الله، والمؤمن الذي عاش حياته في سبيل الله، دققوا هنا أيها الأحبة، في سبيل الله لابد أنه مع هؤلاء الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طيب ماذا يحدث لهذا الإنسان بعد الموت؟ هنا أيها الأحبة هذه الآية، رجاء دققوا في آيات القرآن وافهموا لغة هذا الكتاب العظيم. هذه الآية تتحدث عن أي مرحلة؟ ليس عن الدنيا لأنه قتل، وليس عن يوم القيامة، يقول لك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، إذن نحن نتحدث عن الدنيا، ولكن عن عالم البرزخ الخاص بهؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله، بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن الميت الذي نظنه ميتا وأفنى حياته في سبيل الله، هذا الميت حقيقة ينبغي ألا نحسبه ميتا، يجب ألا نحسبهم أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. ينبغي أن نعتقد أن كل إنسان مات في سبيل الله ولو على فراشه طبعا هو حي يرزق عند الله. طيب ماذا يفعلون؟ كيف يرزقون؟ ماذا يفعلون؟ يقول لك الله سبحانه وتعالى في الآية التالية فرحين بما آتاهم الله من فضله. والله أيها الأحبة هذه الآية تثلج الصدر، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله، شيء عجيب. فرحين بما آتاهم الله من فضله. إذن أول صفة للمؤمن في عالم البرزخ صفة الفرح. أنت في الدنيا قد تفرح ربع ساعة أو يوم أو يومين، ثم يأتي ظرف يعكر حياتك، يأتيك مرض يعكر صفو حياتك، تأتيك مشكلة لا يستمر الفرح، ولكن هنا فرحين، يعني حالهم فرح، يعيشون في حالة فرح، لا يوجد حزن ولا منغصات ولا أحد يكلمك ولا أحد يؤذيك ولا أحد يستطيع أن يفعل لك شيئا، لأنك في حضرة مالك الملك، لأنك في حضرة الواحد القهار سبحانه وتعالى. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الميت المؤمن أيها الأحبة يستبشر بمن خلفه، يستبشر ويحزن
على أولاده إذا لم يكونوا صالحين، يحزن على من كان يحبهم في الدنيا إذا لم يكونوا صالحين، لأنه رأى هذا النعيم يتمناه لغيره. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن المؤمن سوف يكرم منذ أول رؤيته للملائكة، منذ ما قبل الموت، وهو في غمرات الموت يتم تكريم هذا المؤمن، تتنزل الملائكة. إذن أيها الأحبة، احفظوا هذه الصفات، وكل واحد منا يتخيل أنه لحظة الموت سيعيش هذه المرحلة، لأنك إذا تصورت نفسك وأنت تعيش في هذا الفرح وهذا السرور، وأنت ترى الملائكة وترى هذه الطمأنينة، والحقيقة ستعيش حياة حقيقية، ولكن جسدك أصبح في الدنيا، تحول إلى تراب، أما نفسك وهي التي تعذب أو تنعم. النفس أيها الأحبة، أنا الآن أجلس أمامكم، عندما أنعم حقيقة النفس هي التي تنعم، عندما أعذب أو أتألم النفس هي التي تتألم وليس الجسد. هذا الجسد مهمته أن ينقل الإحساس بالحرارة مثلا وفق أعصاب معينة، وتنتقل هذه الإشارات إلى الدماغ، فالدماغ يعطي هذه الإشارات العصبية، النفس هي التي تتعامل معها وتتأثر ونشعر بها. عندما يكون نائما الإنسان، أو عندما تعطيه مخدر مثلا فيفقد الوعي، تخرج نفسه خارج الجسد، حتى لو قطعته لا يشعر. لماذا؟ لأن النفس خرجت. إذن النفس هي التي إما أن تنعم أو تعذب. حالة الفرح هي المسيطرة على المؤمنين، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. إذن الميت أيها الأحبة يشعر بالأحياء، الأرواح تتلاقى كما قلنا في لقاء سابق، الميت يستبشر هذا المؤمن على عكس الكافر والعياذ بالله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. إذن حالة بشرى وفرح. يعني سأضرب لكم مثلا أحبتي في الله، لنفترض أن أحدا جاء وأنت في ضيق من المال وقال لك بعد سنة سيأتيك مبلغ كبير جدا من المال، وأنت في قمة الدين والضيق والقلة والعوز، ما الذي سيحدث؟ ستشعر شعور سعادة، شعور استبشار، تستبشر. إذا كان لك ابن عمل حادث لا سمح الله وقالوا لك يعني حالته خطيرة، ثم جاء أحدهم وبشرك أن حالته جيدة وسيعود وكذا، تعيش حالة من أعلى أنواع السعادة، الاستبشار. فلذلك الميت المؤمن الحالة التي يعيش فيها هي حالة فرح واستبشار. تمام أيها الأحبة، فرحين، انظروا هذه الآية، فرحين، الآية التي تليها يستبشرون، فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. طيب، هؤلاء الذين هم فرحون ويستبشرون بنعمة الله، من هم؟ ماذا فعلوا؟ يعني أنا كمؤمن أريد أن أعرف ماذا فعل هؤلاء حتى استحقوا هذه المرتبة العالية جدا، حالة الفرح والاستبشار، وأنت بعد الموت الناس يبكون ويصرخون ويحزنون وأنت فرح، فرح وتستبشر. طيب ماذا فعلوا؟ تخبرك الآية التالية، دققوا أحبتي في الله.
الذين استجابوا لله والرسول، الذين استجابوا لله والرسول، هل أنت تنكر رسول الله عندما تنكر كلام هذا النبي الكريم عندما أمرك أن تستعيذ من عذاب القبر، عندما علمك كيف تقول اللهم أجرني من عذاب القبر، هل تنكر هذا الكلام أم تستجيب وتدعو به؟ عندما يقول لك الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هل استجبت لهذا النداء؟ هل بالفعل أنت غضضت من بصرك وحفظت فرجك؟ عندما يقول لك الله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، هل استجبت لله وتوقفت عن السخرية؟ للأسف هناك اليوم أناس ليس لهم هم إلا السخرية من الآخرين وانتقاد الآخرين إلى آخره. هل استجبت للرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمرك أن تكرم جارك مثلا؟ الرسول يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، هل أكرمت جارك أم تؤذيه؟ أم أنه إذا أزعجك قليلا تحدث مشكلة وصدام بينك وبينه من أجل أمور تافهة كما نرى اليوم، يعني الناس لا يتحملون بعضهم؟ النبي يقول لك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أنت تدعي الإيمان وتريد أن تكون فرحا في قبرك ومستبشرا وعند الله في مرتبة عالية وتكون مع النبي، النبي يأمرك يقول لا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، هل استجبت لهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخاطبك ويقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت؟ هل صمت عن قول الشر؟ هل صمت عن قول المنكر؟ عن قول النفاق مثلا؟ عن قول الكلام الذي يؤذي الآخرين؟ إذا استجبت لله في آيات القرآن وتعاليم الله سبحانه وتعالى وأوامر الله التي أمرك إياها، واستجبت للنبي بكل ما أمرك به، إذا ستكون من هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني أصابك الألم والذل أحيانا والضرر. طبعا هذه الآية نزلت في فئة من المؤمنين صبروا وتحملوا وأصابهم الأذى وصبروا، قال تعالى وأوذوا في سبيلي، أوذي في سبيل الله وبقي مستجيبا لله، ولكن هذه الآية عامة موجهة لنا أيضا، يقول تعالى للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. طيب الصفة الثانية الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، والله هذا النص رائع ينبغي أن نحفظه جميعا. كم من إنسان يأتي ليخوفك اليوم، الآن عصر التخويف، الإنسان يخاف من كل شيء حوله، يخاف من فيروس، يخاف من نقص المال، خوف، وأنت لا تضمن أنك ستعيش إلى الغد وحسابات مستقبلية وكذا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن عبارة حسبنا الله ونعم الوكيل هي أحد عبارات أو إحدى عبارات التي تقودك إلى الفرح والاستبشار يوم الموت وما بعد الموت في عالم ما وراء البرزخ. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل
لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. عندما تقول حسبنا الله، يعني الله يكفيني، لا أريد أحدا مع الله، تسلم أمرك إلى الله وتقول الله يكفيني، حسبي الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم من أتوكل عليه، يعني هو أفضل من أتوكل وأتكل وأسلم أمري وأضع همومي ومشاكلي بين يدي هذا الخالق العظيم وأقول يا رب أنت تصرف، أنا أتبرأ من حولي وقوتي وعلمي وأضع كل همومي بين يديك، فأنت وأتوكل عليك حق التوكل، وأنت يعني اختر لي الخير. هذا التوكل عندما تعتقد به وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل معتقدا بهذا الكلام، ليس مجرد عبارة تقرأها، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل ثم تذهب وتلجأ إلى غير الله أو تلتجئ لغير الله، هذا الكلام غير متناقض. ما هي النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء. ينبغي أن تكون لك ثقة، أو يكون عندك ثقة بالله، بكلام الله، الذين استجابوا لله. الله يقول لك فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الله يتكفل أنه لن يمسك سوء ما دام الله موجودا. تثق بالبشر أكثر من الله؟ إذن أنت لم تستجب لله سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن كل من يقول لك ينبغي أن تخشى فلان أو تخاف من فلان، هذا وراءه شيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. هذه الآية أيها الأحبة تنطبق على عصرنا اليوم. تجد أن الملحدين هم المتنفذون، هم الذين يسيطرون على المال والأعمال والاقتصاد في العالم، وتجد أن المؤمن مستضعف اليوم. الله يقول لك أيها المؤمن ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إياك أيها الإنسان أن تعتقد أن هذا الغني ذو السلطة، ذو السلطان، هذا المتكبر في الأرض، إياك أن تعتقد أنه يضر الله، هو يضر نفسه. يريد الله، لماذا يمدهم الله؟ لماذا يعطيهم المال والجاه ويعطيهم القوة ويعطيهم رفاهية الحياة وأسباب الحياة؟ يقول لك يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب، ماذا؟ عظيم، ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. أيها الأحبة، أنا لدي آية أود أن أيضا نتأملها ونختم بها. هذا الموقف أيها الأحبة موقف عجيب جدا يحدث يوم القيامة. الله تبارك وتعالى يقول إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. عن ماذا مبعدون أيها الأحبة؟ مبعدون عن النار. سنذهب إلى آيتين أو ثلاثة. الله تبارك وتعالى يقول واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. شاخصة هكذا، لا يرتد الطرف، هكذا من شدة الهول. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا.
يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، بل كنا ظالمين. هم يتأسفون على الدنيا، كيف أنهم غفلوا عن هذا الموقف؟ فيأتيهم الجواب، جواب صعب: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. أنتم يعني وقود جهنم، كلما خبت زدناهم سعيرا. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. أنتم يا من تدعون أن لله ولدا. وهناك من الديانات من يعبدون البقر، يعبد الشجر، يعبدون الفئران. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. هذا جهنم، الكافر لا يسمع من شدة ضغط النار، نار حرارة عالية وضغط عالي، يفقد السمع. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إذا أردت أن تكون من هؤلاء الذين يبعدهم الله عن النار يوم القيامة، وكذلك بعد الموت في القبر يبعدك عن النار، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الملائكة أخي الحبيب سوف تتلقاك وأنت أين؟ لحظة الموت. الكافر تجد الملائكة تضربه، يضربون وجوههم وأدبارهم، وذوقوا عذاب الحريق، بينما المؤمن تتنزل عليه الملائكة وتتلقاه وتحفظه وتقول له: لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الملائكة تأتي لتواسيك، لتذهب عنك الخوف، وتبدأ الملائكة بعرض الجنة عليك. والله تبارك وتعالى يفرحك بأنك ترى مقامك من الجنة، ويرزقك بعد الموت فرحين بما آتاهم الله من فضله، فرحين. إذن سمة الفرح والاستبشار بعد الموت حتى يعني طيلة فترة البرزخ إلى يوم القيامة أيها الأحبة، ثم تبعث يوم القيامة، يعني بكل بساطة تدخل جهنم، عفوا تدخل الجنة. طبعا جهنم إذا كنت من غافلا عن الله سبحانه وتعالى. الغافل عن الله يجب أن يتوقع أنه سيدخل جهنم، أما المؤمن يتوقع أنه سيدخل هذه الجنة التي قال الله تبارك وتعالى فيها: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، مفتحة لهم الأبواب. ما هو شرط دخول هذه الجنة؟ الذين استجابوا لله وللرسول. تستجيب لله وتستجيب للرسول، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذن أيها الأحبة، طاعة الله وطاعة الرسول بكل ما أمرك به، هذا هو طريقك الذي سيقودك إلى الفرح والسرور والاستبشار بعد الموت، وإلى جنة عرضها السماوات والأرض يوم القيامة. وستكون أتعس مرحلة في حياتك هي الدنيا. المؤمن أيها الأحبة، المؤمن المرحلة التعيسة في حياته هي الدنيا، ستنتهي بالموت، بعدها كل فرح وسرور، كل ما سيمر به هو فرح وسرور. الكافر ستكون أفضل مرحلة بالنسبة له هي الدنيا، وبعدها كله سيء وعذاب، كله عذاب وسوء وذل وهوان. لذلك أيها الأحبة، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذه المعلومات. وأنا طبعا كعادتي يمكن أن أخذ بعض الأسئلة لأحبتي في الله، لأنني يعني أنا مقصر حقيقة، المفروض أجيب عن كل التساؤلات، ولكن يعني سبحان الله المحبين كثر، ونحاول قدر المستطاع يعني والله.
هنا الأخ مصطفى يقول: العذاب ليس من الضروري أن يكون بنار الدنيا التي نعرفها، بل توجد نيران غيبية تلتهم الميت دون أن تترك أثرا، لذلك قد نشبه ذلك بما يلاقيه الشخص النائم أثناء أي حلم مزعج. أحسنت، هو عذاب للنفس، عذاب للنفس بنار غيبية فعلا نحن لا نراها ولا نستطيع أن نقيسها، يعني ليس لدينا أجهزة لقياس عالم الغيب، إنما نؤمن لأننا آمنا بالقرآن. بما أنك آمنت بالقرآن فأنت ينبغي أن تؤمن بكل ما جاء في هذا الكتاب العظيم. هل هناك مثلا من أحبة يسألون، هناك من يقول: لا يجب أن نتعوذ من الشيطان عند الصلاة. طب يا أخي من يقول ذلك؟ يعني اقرأ القرآن، يعني أنا أتمنى من أحبتي في الله أن يحفظوا القرآن. أجمل شيء أن تحفظ القرآن. الله تبارك وتعالى يقول، سنظهر الآية هنا: فإذا قرأت القرآن. طيب في الصلاة، الصلاة مما تتألف؟ تتألف أساسا من قراءة القرآن. طيب فإذا قرأت القرآن ماذا تفعل؟ انظر أخي الحبيب، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. واضح؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، الله يأمرك أن تستعيذ. طيب أنت في الصلاة تقرأ الفاتحة، الفاتحة ليست قرآنا، كيف تقرأها من دون أن تستعيذ بالله؟ إذا من يقول الاستعاذة من الشيطان قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو في كل وقت لا تجوز، هذا إنسان يعني ليس لديه علم. يجب، الله يأمرك يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. لذلك أنت في الصلاة تدعو دعاء الاستفتاح، ثم تبدأ تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن ربما المذاهب الفقهية تقول إن الاستعاذة ينبغي أن تكون بصوت منخفض، ليس بصوت عالي. ربما أنت أخطأت في قراءة المعلومة أو وصلتك المعلومة ناقصة. الاستعاذة من الشيطان في بداية الصلاة تكون بصوت منخفض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر لا بالبسملة ولا بالاستعاذة، كان يبدأ الصلاة مباشرة يقول: الحمد لله رب العالمين. طبعا هناك دعاء يفتتح به الصلاة أيضا يقوله سرا، ثم الحمد لله رب العالمين، ولكن كان يقول الاستعاذة والبسملة يقولها سرا. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. هنا أيها الأحبة، يعني أنا أحاول أن أبحث بين هذه التعليقات على بعض الأسئلة. طبعا من أحب أن يسأل يمكن أن يرسل لنا تعليقه أو سؤاله على على المواقع التي نبث عليها الآن. هنا أرى كلها تعليقات دعاء، يعني جزاك الله خيرا وكذا، فأدعو الله لكل من دعا لي، وكل من يدعو لي أدعو الله له أيضا، يعني أن يحفظنا جميعا إن شاء الله. اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار، سبحان الله، اللهم ارزقنا. طبعا معظم هذه التعليقات تصلنا من موقع فيسبوك. دعاء، طبعا أنا أدعو كما قلت، يعني دعاء شامل، يعني اللهم أكرم كل من دعا لنا واحفظه من شر الشيطان يا رب، وأكرمنا يوم الموت. أنا سأعرض هذه الآية العظيمة، كلمة مكرمين، أريد أن أبحث عن هذه الكلمة أين وردت في القرآن. وردت هنا، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني وجعلني من المكرمين. فأنا أدعو دائما فعلا لكل من أحبه، أقول له: أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من المكرمين يوم الموت، لأن الله إذا ضمنت أن الله أكرمك في هذه اللحظة فقط، في هذه الثواني المعدودة يوم الموت، إذا أكرمك الله فمعنى ذلك ضمنت كل شيء حتى
تقوم الساعة وحتى ما بعد قيام الساعة. إذا أيها الأحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى، راجع موضوع الاستعاذة للشيخ صلاح بن كذا. مهم أخي الحبيب، يعني أنا هناك قوانين ثابتة في يعني لا يمكن كل واحد ينشر فيديو على اليوتيوب ويأتيني بدليل من هنا، مثل الفيديوهات التي تنكر عذاب القبر، هذه تشوش الدماغ. أنت احفظ القرآن، أنت تريد أن تلقى الله سبحانه وتعالى بشكل يعني يجعلك مسرورا وفرحا بلقاء الله، احفظ القرآن. إذا حفظت القرآن ستزول هذه الشبهات، ستزول تماما. فيعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. هنا الله سبحانه وتعالى وضع لكل شخص قدرة في الحياة، وكل شخص مكتوب له ماذا يحدث في عهد، فكيف الشخص الذي يعصي الله، أو بالأحرى الانتحار، هل مكتوب هذا أم يا ريت توضح. طبعا هذا الموضوع أيها الأحبة موضوع يعني يحتاج إلى حلقة كاملة، سنحتاج إلى ساعة ثانية، ولكن سأجيب باختصار وأختم. الله تبارك وتعالى عندما خلق هذا الإنسان صممه بطريقة معينة، صممه بطريقة أن لديه قدرة على الاختيار. ونحن نعلم من خلال الذكاء الاصطناعي اليوم أن أعلى أنواع التصميم أن تصمم آلة لديها القدرة على اتخاذ القرار، يعني تدرك الصح والخطأ وتختار الصواب. الإنسان سبحان الله، الله أحب أن يكرمه، ولقد كرمنا بني آدم، وأعطاه هذه القدرة. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، الملائكة ليس لديهم يعني حرية الاختيار، هذه هم مخلوق، يعني الملائكة خلقت لتسبح الله سبحانه وتعالى، تؤمن بالله، منهم حملة العرش، لهم مهام متعددة جدا. والله يقول في حقهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الإنسان عرض الله عليه الأمانة فقبلها، طبعا هذا موضوع آخر أيضا، قبلها وقبل أن يكون له حرية الاختيار. هذه حرية الاختيار أيها الأحبة، يعني دعوني أكتب هنا إن عرضنا الأمانة، كلمة الأمانة وردت مرة واحدة في القرآن فقط أيها الأحبة. السماوات رفضت الأمانة، يعني الشمس مثلا لم تقبل أن تكون مخيرة، رضيت أن تكون تسير وفق قوانين الله. لذلك الشمس تسير بسرعة محددة، تدور دورة محددة، تبث كمية محددة من الطاقة، لا تمنع ضوءها عن البشر، لا عن الكافر ولا عن المؤمن ولا عن أي مخلوق آخر. الأرض تدور بنظام معين، لا تختل، يعني الأرض ليس لها عقل لتقول أنا الآن سأتوقف وأدمر كل من فوقي مثلا، لا. إن عرضنا الأمانة يعني حرية اتخاذ القرار على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، يعني خافوا منها، إشفاق خوف لا نريد. ولكن جاء الإنسان هذا الجاهل الظالم وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. فهذا الإنسان المتسرع عندما أعطاه الله حرية الاختيار قبل هذا الأمر، وهذا طبعا يحتاج إلى حلقة أخرى، كيف يعني قبل، لأننا لم نكن موجودون، ولكن هذا موجود في خلايا أجسادنا، في الشفرة الوراثية موجودة هذه المعلومات. مهم، عندما أصبح لدى الإنسان حرية الاختيار أيها الأحبة، ما الذي حدث؟ معظم الناس اختاروا الشر، والله يعلم ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يأمرك بالشر، لم يأمرك بالظلم. إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ إنسان ارتكب الفاحشة الله يعلم، وعلم الله يقيني، علم الله يقين ليس تنبؤ، يعلم يقينا أن هذا سيكون كافرا، فهو مكتوب عنده، لأن علم الله علم مكتوب،
ليس علم ذهني مثلنا، يعني مثل البشر. يعني أنا أعلم غدا يمكن أن تمطر السماء وقد لا تمطر، ولكن أقول 99% تمطر، قد تمطر وقد لا تمطر، يعني هذا علم بشري. علم الله لماذا هو مكتوب؟ ليس مكتوب أنه إجبارا على الناس. هنا ينبغي أن نفهم أيها الأحبة، كلمة كل في كتاب مبين، الله تعالى يقول وعنده مفاتح الغيب. كلمة مفاتح وردت في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. من مفاتح الغيب أيها الأحبة هو علم سلوك الإنسان، كيف سيسلك وما هو مصيره. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن من قوة علم الله وعظمة هذا العلم أنك تجده مكتوب في كتاب. يعني عندما يكتب هذا العلم في كتاب معنى ذلك أنه علم مؤكد بنسبة 100%. فنحن عندما أيها الأحبة، نحن عندما نريد أن نتوقع شيء قد لا يكون صحيحا وقد يكون صحيحا، أما علم الله علم مؤكد. إذن الله لم يكتب عليك الانتحار، أنت اخترت الانتحار، ولكن الله بعلمه المسبق يعلم أنك ستنتحر. وقوة العلم الذي عند الله لدرجة أنه مكتوب، ليس علم وهمي، مكتوب. وبالتالي قال كل في كتاب مبين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا بهذا العلم. أستاذنا الفاضل، هل الخطأ مكتوب علينا أم نحن اخترنا؟ نحن اخترنا، ولكن أنا أرى كثير من الناس يسألون. أنا سأخصص إن شاء الله حلقة قادمة لهذا الموضوع بالذات، سأخصص حلقة إن شاء الله قادمة لهذا الموضوع، نتناول فيه نتناول موضوع هل الله كتب علينا الشر والخير؟ يعني فقط أنا لدي طبعا رؤية في هذا الموضوع، يمكن أن يستفيد منها الأحبة، أحبتي المشاهدين. هنا سؤال، لماذا هناك اختلاف في تسمية أحد إحدى سور القرآن المباركة، سورة الإسراء أو بني إسرائيل؟ لأنها تتحدث عن المستقبل. طبعا أيها الأحبة، سور القرآن لها، السورة لها عدة أسماء أحيانا. يعني الفاتحة لها اسم أم الكتاب وأم القرآن وفاتحة الكتاب، لها أسماء عديدة. يعني القرآن له أسماء، الذكر، القرآن، الكتاب إلى آخره. فهذه الاختلافات ما دامت وردت، ليست اختلافات، هو تعدد في الأسماء، تعدد، لأن القرآن ليس فيه اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تعدد الأسماء ما دام ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقبل به. يعني سورة بني إسرائيل هي السورة التي ذكرت بني إسرائيل، وإذا سميناها سورة بني إسرائيل حتى لو كتبنا في المصحف سورة بني إسرائيل لا يعني أننا نرضى عن الظلم الذي يرتكبه بنو إسرائيل، ليس معنى ذلك. كلمة بني إسرائيل ذكرت كثيرا في القرآن، ومدحهم الله في القرآن أيضا، قال يعني دققوا هذه الآية، نخرج نحن كثيرا عن الموضوع. كلمة فضلتكم، كلمة فضلتكم أيها الأحبة مرتين وردت في القرآن، والآيتان تتحدثان عن بني إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذه آية قيلت في حق بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. طيب ما هي المشكلة؟ إذا كان الله مدحهم
لأنهم كانوا فعلا من خيرة الناس في ذلك الزمن. عندما انحرفوا عن منهج الله لعنهم الله في القرآن. فإذا نحن يعني يجب أن نفصل بين الأمور. سورة بني إسرائيل هذه السورة موجودة وتسمى الإسراء أو بني إسرائيل، لا مشكلة، فليس فيها أي مشكلة أيها الأحبة. يعني هذا الكلام أنا لا أرى فيه أي، ما دام هناك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة كانت تسمى سورة بني إسرائيل، نلتزم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يا شيخ أريد أن أتوب توبة تامة، أحفظ القرآن. طيب يا أخي، والله أنا أنصح، فعلا أنصح كل إنسان، أنصح كل إنسان، أنا أحب الخير، لأنني أنا تذوقت متعة حفظ القرآن، متعة تدبر القرآن. أحب لكل أخ فاضل وكل أخت مؤمنة يعني أن يتذوقوا حلاوة هذا الكتاب العظيم. هي سعادة عظيمة أيها الأحبة، سعادة عظيمة سوف تشعر بها إذا حفظت كلام الله تبارك وتعالى. وأنا طبعا في هناك لدي على الموقع كتاب اسمه طريقة إبداعية في حفظ القرآن، وضعته ذات مرة. هذا الكتاب موجود هنا على الموقع في قسم تحميل الكتب، في قسم تحميل الكتب. أنا الآن سأرسل لكم الرابط، أنا الآن أبحث عنه على الموقع هنا. كتاب اسمه طريقة إبداعية في حفظ القرآن، كتيب هو الحقيقة. يمكن أن يعني الإخوة أن يستفيدوا منه. أنا الآن سأرسل لكم رابط التحميل هنا أيها الأحبة، في التعليقات ستجدون رابط التحميل. هذا الرابط هو طريقة إبداعية لحفظ القرآن، ولكن هنا موقعي هنا يكتب الفيسبوك تعذرت مشاركة المحتوى لأن الرابط ينتهك معايير المجتمع. لا أدري موقعي الذي هو كحيل7.com لماذا ينتهك معايير المجتمع حسب تصنيف فيسبوك، لا أدري. يعني أنا لدي الموقع الجديد أيها الأحبة، سأبحث لكم عن الكتاب أيضا، كتاب طريقة إبداعية، وأرسل الرابط لأن الموقع القديم لم يقبل الفيسبوك أن يأخذ الرابط. سنجرب هذا الرابط الثاني من موقع كحيل7.net. .net أتصور أنه سيأخذه. بسم الله الرحمن الرحيم، هنا أخذه أيها الأحبة. هذا الرابط أصبح لديكم في التعليقات، في التعليقات. كتاب اسمه طريقة إبداعية لحفظ القرآن. الحمد لله الفيسبوك قبل كحيل7.net، لم يقبل كحيل7.com. هذه طبعا أمور إلكترونية وتصنيفات، يعني نحن لا تهمنا، يعني مهم أن ننشر هذه الحقائق وأن ينفع الله بها أكبر عدد ممكن من عباده المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وسوف نخصص إن شاء الله، أعدكم أن نخصص حلقات لهذه الطريقة الإبداعية لحفظ القرآن. يعني هذا الكتاب موجود ولكن يمكن أن نقوم بشرحه خطوة خطوة إن شاء الله، لأني أنا استفدت من هذه الطريقة أنني حفظت الحمد لله القرآن من خلال الاستماع فقط، من دون يعني فقط من خلال الاستماع. وأحب أن يستفيد أحبتي في الله من هذه الطريقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.